اسم مثل فاطمة، عندي 16 عام. دابا هاد السيد كيجينا من العائلة، كيجينا من العائلة وسميتو باغي يتزوج بيا، ولكن انا ما بغيتش نتزوج بيه. كيجي ولد عم بابا، ولد عم بابا وبغيني يتزوجوني، ولكن انا ما باغيش نتزوج. قلت لهم انا ما باغيش نتزوج دابا. اسمي قال لي غير خودي وداكشي راه مزيان. قلت لهم انا ما باغاش وما عديش معاه. صافي بقاو بازين عليا، قال لي لا غادي راه مزيان داكشي. امو كنقول لها بحال اليوم انا ما باغاش، كتعاوتاني غدا الغد كتجي كتقول لي كتجي ثاني. كنقول لها انا ما باغاش ولدك. صافي ديك مشيت شهر واحد كتمشي تعاد، بقيت باركه على الدار جدي في كازا. من شعبان تقرب العيد بسيمان عاد جيت. من اللي جيت جابوا الحويجه داكشي، انا ما بغيتهمش. قلت لي ما بغيتش هادشي. قال لي غير ديري لاح. قال لي ما غنديش، ما غاديش نرجع. الا خديتهم غنهرسهم ولا غنحرق. انا ما بغيتهمش. صافي من تما خدي لي دازت مع 3 ايام جا خدا لي تليفوني. اه قال لي غنشوف هادشي اللي علاش ما باغاش تزوجي بيا، يعني كتهضري مع شي واحد اخر اللي ما باغاش تزوجي بيا. انا من تا صافي عيطوا لي، قال لي جيب لها تليفونها. قال لها تليفونها ما كاينش، انا كاين في كازا. قال لها نهار 2 ونجيبو لها. صافي حتى نهار دات لي، قال لي هبطي خدي تليفونك. مع 11 بين 11 و 10 ثلاث سميتو. قال لي هبطي خدي تليفونك. صافي قلت ايه انا مني هوت. قال لي طلعي في الطوموبيل. قلت لي انا ما بغيتش نطلع. قال لي لا طلعي. قلت لي ما غاديش نطلع. تميت غدا وينزل بالجنوي، نزل بالجنوي وبدا يضرب فيا. ضربني ايدي دراعي بجوج وسميتو راسي وايدي. مشيت للسبيطار، بدا قطعوا لي بيجامة كنت لابسه. صافي بدا مسح لي داك الدم اللي كان مسحوليه شافه. صافي بدا يخيط، داروا لي البنج بداو كيخيط. ما قال لي يمكن ما عندك حتى حاجه. عطاني في الشهاده الطبيه 40 يوم. انا الام ديال فاطمه. جاتنا عيط لها، قال لها جي خذي التليفون ديالها. خطفت التليفون ديالها، قالت لي عطيني تليفوني. قال لها هبطي خذيه. مني هبطتها من عنويها، قال لها جي يلا عودي معايا. خليته عند الدري، يلا عودي معايا. قالت لي ما نمشيش معاك، كشي معاك ماما. قلت لي انا ما نمشيش معاك. قلت لها كنت جبتي التليفون؟ عطيها تليفونه بلا مزح بلا مشاكل. قال لها غير عودي وانا ركبوا معايا بجوجات، انا نطير نمشي نجيو مع الدري صاحبي ونعطيه ليها. هي ما بغاتش. جيت تما جايه هذيك الدوره، بغات تجي الدور تهرب للدار. خرج بالجنويه بالكيش الله فيها. ملي تلاحيت على الدريه كاليتها باش ما يضربها لا القلب لا والو، شديت لي الجنويه وهي شاده من، انا شاده من قبضه وهي شاده من. كيقول لي انا قال لها بغيتك تي ديالي تكوني ليا، تكوني ليا تي ديالي. قلت لي انا كنقول لي سير بحالك تفرق الدريه. من ديك الهربه اللي هربت لاح الموس وهرب جو دارهم. بغيت تسامح معنا 15 مليون، مليون ديالي و14 مليون ديالها. قال لك بغيو يشرو النص ليا هي، بغيو يشرو النص ديال الدار. واش الدار غتعود ليا في بنتي؟ ما غترش ليا بنتي. اذا انتما ما بغيتوش تسامحوا؟ ما بغيتش نسامح ليهم. انا باغا حق بنتي باغا دير شحال من حاجه. جايه نقيده في التكوين وجوه دار لها الحاله. اش باغي من الدريه ومن العائله؟ ماشي من دم ولحم. ودار لها الحاله. دابا هي باغا تمشي دير، ما غاترضاش بهادشي اللي دار لها هو. انا رفعت الدواء على عائلت اللي ضربني، وجاو عندنا بغاو يتصالحوا. لكن اما انا ما باش نسامح لي، دير في هاد الحال ونسامح لي ما نقدر. انا المستقبل ديالي الشو ضاع، ما بقات عندي حتى معنى فيه. حتى دابا تبغي تخرج نخرج مع الدريات ما غاديش نقدر. الضرب اللي في راسي